رفقة شركائي تنظيم أسبوع حملة أسبوعية حول السلامة الطرقية داخل عدة مؤسسات تعليمية انطلاقة من أولاد فرج إقليم مدينة الجديدة صوب مولاي عبد الله مرورا على مدينة الجديدة وختاما عمالة سيدي بن نور. بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيصادف 18 فبراير بلادنا كتخلد هذه الذكرى المجيدة. السلام عليكم عزيز الهاني رئيس الاتحاد الاقليمي لمهني تعليم السياقه وقانون السير والسلامه الطرقيه بمدينه الجديده. احنا الان كنتواجدوا داخل مؤسسه طه حسين بولايه ساعد الدراع جماعه مولاي عبد الله تخليدا لليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي كيصادف 18 فبراير من كل سنه جهويه للسلامه الطرقيه بجهه ضرب دسطات. كينظم الاتحاد الاقليمي تحت اشراف الوكاله الجهويه لجهه ضرب دسطات اسبوعا تحسيسيا حول السلامه الطرقيه. انطلقت يوم 18 فبراير من منطقة ولاد فرج مرورا اليوم أننا كنتواجدوا بمنطقة مولاي عبد الله. إن شاء الله اليوم غد فغتكون عندنا عدة مؤسسات تعليمية داخل مدينة الجديدة ختاما يوم الأربعاء بمنطقة سيدي بن نور. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ونكونوا وصلنا الوليدات يعني ووعينا حول خطورة حوادث السير. كتجي هاد الحملة التحسيسية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي الهدف منها هو التقليص من نسبة حوادث السير، مع العلم أن معظم الحوادث كتوقع في صفوف الأطفال والشيوخ. السلام عليكم، مزري مصطفى من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كنحيو هاد الذكرى هذه كل عام في جميع المدارس إقليم الجديدة اللي كنحسوا فيها الدراري كيفاش يمشوا على الطريق اللي حدوا من الحوادث السير، يمشوا على الرصيف ويقطعوا من الممر الراجلين، توعية خاصة بالأطفال هذه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. غارود موسى مفتش النقل الإقليم الجديدة وسيدي بن نور. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية اليوم 18 فبراير التي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، في هذه السنة قمنا بواحد العدة ديال الأنشطة على مستوى الإقليم ديال الجديدة إن شاء الله، وغادي يكون أنشطة أخرى تكون على مستوى إقليم سيدي بن نور، وذلك بتنسيق مع العديد من جمعيات المجتمع المدني اللي كتساهم هي في دورها. وما نساوش الإخوان ديال العناصر ديال الدرك الملكي اللي تاهما كيقوموا بواحد المجهودات جبارة لنشر تعاليم السلامة الطرقية. وهاد السنة كان حصل لنا الشرف أننا شاركنا معهم في مؤسسة بمركز حد ولاد فرج، واليوم كيحصل لنا الشرف أننا كنمثلوا المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بمدرسة طه حسين بولاد ساعد الدرع. وما تفوتنيش المناسبة باش نشكر وسائل الاتصال السمعي البصري اللي كتقوم تاهي بواحد الدور فعال في نشر تعاليم السلامة الطرقية، وشكرا للجميع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.